الماتش اللي جاي مش بتاع لسه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الصالة المغطاة بنادي الزمالك، أحييكم حيث أنقل إليكم الوصف والتعليق على مباراة نادي الزمالك ونادي الجزيرة الرياضي في الأسبوع السابع للدوري الممتاز لكرة السلة. يبدأ هذا اللقاء أعزائي المشاهدين، النهارده بيبدا الاسبوع السابع للدوري العام الممتاز لكره السله. بيخش هذا اللقاء نادي الزمالك وليه 12 نقطه بدون هزيمه، اما نادي الجزيره فبيدخل هذا اللقاء وله 11 نقطه، هزيمه واحده اللي هي من الاتحاد السكندري. يعني نادي الزمالك النهارده ما زال في الصداره مع نادي الاتحاد السكندري اللي هم لكل منهما لعب 6 مباريات وخد 12 نقطه بدون هزيمه. اما النادي الاهلي ونادي الجزيره، معلش بنتكلم على الاربعه الكبار اللي هم النادي الاهلي ونادي الجزيره، فلكل منهما هزيمه. والاثنين النادي الاهلي انهزم من الاتحاد ونادي الجزيره انهزم من الاتحاد ايضا. يبقى دول الاربعه الكبار، الزمالك 12 نقطه، الاهلي 11 نقطه، الاتحاد 12 نقطه، والجزيره 11 نقطه، والمقاولين ل9 نقاط وللقاء طبعا اليوم. طنطا 7 نقاط، المونيوم 7 نقاط، والشمس 8 نقاط، الترسانه 7 نقاط، اما غزل المحله فتاتي في مؤخره هذا الجدول برصيد 6 نقاط، اي بدون فوز في اي مباراه. نادي الزمالك بيمثله اليوم فادي هادي، وده من الناشئين الحسيني سمير، هشام ابو سريع، وائل بدر، هيثم السعيد، باهي ممدوح، وياسر ابو وهاب، مع ان انا شايف ان ياسر مريض النهارده. شايف ان ياسر عبد الوهاب مريض، وعلي جنايني، طارق السعيد، وشعبان محمد ده برضه من الناشئين، احمد عادل عبد الفتاح لاعب كان في منتخب مصر، هو وشريف الصناديق نمره 15. المدير الفني هو بكري، كابتن بكري سليم، والمدرب احمد مرعي، ومساعد المدرب كابتن حمدي عثمان، والمدير الاداري موسى عبد الله، والاداري محمود عماد عبد الحليم، الطبيب محمود يوسف، والعلاج الطبيعي مدحت خلاب. بيغيب عن هذا اللقاء من نادي الزمالك لاعبين ذو قوه، شوكت احمد عرابي اللي هو اصيب في حكسه، واحمد فوزي ده عنده تمزق في اربطه الركب. اما نادي الجزيره فمثله اليوم عمرو يحيى المنتقل الى نادي الجزيره من النادي الاهلي، هاني الديب، فتحي عبد العزيز لاعب منتخب مصر، النهارده متهيألي كابتن فتحي عبد العزيز هيلعب على السنتر او هيلعب على صانع العاب، لان مفيش غير 2 ناشئين هم صانعي الالعاب لغياب صانع الالعاب الرئيسي مصاب او مريض الله اعلم. طارق صقر ومصطفى سيد، عائد واحمد صقر، اشرف الكردي نمره 10، عمرو عثمان، خالد منير الكرداني، وشريف الجندي، وايمن حليم وده من الناشئين، وابراهيم عبد العزيز من الناشئين. المدير الفني الدكتور عادل صبري، المدرب محمد عصام خالد وده لعيب منتخب مصر في العصر الذهبي، والمدرب وبيساعده عمرو عاشور، المدير الاداري استاذ كمال كامل، والاداري الاستاذ محمد عبد العزيز، طبيب الدكتور عثمان فريد، وعلاج طبيعي محمد السيد. يحكم هذا اللقاء اعزائي المشاهدين الحكم الدولي مجدي جلال،
من الاسكندريه ومحمد المندي حكم ثاني من الاسكندريه ايضا. مسجل شوقي حسين، ميقاتي اشرف عبد المنعم، ميقاتي 30 ثانيه رأفت انور، واجهزه هشام حسن. يراقب هذه المباراه عضو مجلس اداره الاتحاد السيد عاطف عثمان، وده عن منطقه المنيا، منطقه المنيا. حقيقي ما نقدرش نقول غير ان النظام في الصاله كله ماشي على خير وجه، مفيش حد من الجمهور اسفل الصاله او داخل مربع الصاله اللي هيتلعب عليه هذا اللقاء. وده كله بيرجع لفضل إدارة نادي الزمالك ومدير الصالة السيد سمير زلفا. بيبدأ هذا اللقاء، نادي الزمالك بيبدأ حسين سمير نمرة 5، هشام أبو سريع نمرة 6، علي الجنايني نمرة 11، شريف الصلاطين 15، ومعاهم باهي ممدوح نمرة 9. أما نادي الجزيرة فبيبدأ بخالد الكرداني نمرة 12، وأحمد صقر نمرة 9، فتحي عبد العزيز نمرة 7، كردي نمرة 10، وهاني الديب نمرة 5. خالد الكرداني عدى نص الملعب، وده من لعيبة منتخب 20 سنة. صقر، كرداني، كردي مع الكورة، كردي شاب 3، ما بتجيش، هشام أبو سريع بيلم، هشام، صقر لكردي، فتحي داس على الخط وطلع اوت لصالح نادي الزمالك. اوت لنادي الزمالك لحسين سمير، هشام ابو سريع معاه فتحي عبد العزيز، باهي، هشام ابو سريع شاط ما جاتش، بيلمها كردي لخالد الكرداني، ده من الناشئين الممتازين. صقر بيشوط ما بياخدها خالد، وفي فاول على 11 علي الجنايني. الخطأ الأول على علي الجنايني ضد خالد الكرداني، يبقى فيه رميتين لصالح نادي الجزيرة. فات 48 ثانية من أحداث الشوط الأول أعزائي المشاهدين، والنتيجة ما زالت تعادل بدون 0-0. خالد بيسجل أولانية، هيشوط الثانية، شاط بيسجل. هنا الرميات الحرة بيبقى ليها تأثير كبير، وخاصة في المباريات اللي بتبقى مباراة مقفولة أو متقاربة بتبقى ليها تأثير في نهاية المباراة. باهي الحسيني، باهي في فاول على خالد الكرداني نمرة 12 من نادي الجزيرة. باهي ما كانش في حالة تصوير، يبقى اوت لصالح نادي الزمالك. باهي لهشام، هشام حسين سمير لهشام ابو سريع، باهي اللي بيشوط بتلاتة ما بتجيش، اوت بيطلعها كردي من شريق من علي الجنايني نمرة 11. باهي لهشام صانع الالعاب، حسين سمير لباهي اللي بيشوط بتلاتة ويسجل ثلاث نقاط، 3-2 لصالح نادي الزمالك. كرداني خالد الكرداني لفتحي عبد العزيز، فتحي للكردي اللي خطفها منه علي الجنايني لهشام ابو سريع، هشام داخل، باهي تاني بالثلاثه ويسجل 2-3 ورا بعض، باهي ممدوح، 6-2 لصالح نادي الزمالك. خالد الكرداني، خالد الديب، فتحي، هاني، صقر،
الاعلام هاوت طلعها الحسين سمير لصالح نادي الجزيرة. زي ما حضراتكم شايفين النتيجة 6-2 لصالح نادي الزمالك. كردي فتحي صاع فاول فاول الفاول الثاني على علي الجنايني، وده لاعيب من لاعبي الارتكاز اللي بيعتمد عليهم نادي الزمالك، خاصة ان احمد عرابي او شوكت مصاب بحادث سيارة، فده هيأثر عليه لان ما فاتش غير دقيقتين ونص من احداث الشوط الاول وهو عامل مرتكب خطأين. صقر بيسجل اولانية، الشوط الثانية بيسجل 6-4 لصالح نادي الزمالك. شريف الصناديلي لهشام ابو سريع مع خالد الكرداني الحسيني، علي بيكبس الكورة حط بالك علي الجنايني، يعني بيقول لهم برضو انا عندي خطأين انما برضو بقدر اخش من وسط اللعيبة واحط بالك. خالد الكرداني، خالد فتحي عبد العزيز مع شريف الصناديلي، صقر هاني الديب، هاني بيحط بيلمها شريف الصناديلي بيلمها هاني الديب تاني، يحاول ان ياخدها علي الجنايني، علي هشام ابو سريع عدى الحسيني، الحسيني سمير اعزائي المشاهدين 3 دقائق ونص، وما زالت اعزائي المشاهدين النتيجه. هنا الحكم وقف لان كان الخشبه بتاعت عمود كره الطايره طلعت. خالد لفتحي عبد العزيز، فتحي معاه ثلاثه، عشان كده باص اي حاجه خطفها باهي، بيسجل نقطتين 12-4، وده اللعيب الخبره هشام ابو سريع، طبعا كان محترف في جنوب افريقيا واحتك وعارف وبيبص للملعب. خالد الكرداني، خالد هاني الدين، فتحي اوت اوت، بتطلع من باص هاني الدين ما كانش قاعد عامل حسابه، بتطلع كوره منه اوت لصالح نادي الزمالك. هشام ابو سريع يشاور لهم على الخطه المتفق عليها، بيشاور لهم بثلاث صوابع، يعني هيلعب ثلاثه او هيلعب 30 حسب الخطه، دي تسميه للخطه اللي هيلعبوا بيها، ممكن يكونوا هيلعبوا 3-2. هشام علي تطلع بيلمها خالد، خالد داخل داخل بيشوط ما بتجيش، صقر بيكمل ما بيجيش، بيلمها الحسيني، الحسيني هشام الصناديلي اللي بيسجل نقطتين. بعد 4 دقائق ونص اعزائي المشاهدين، ده جماهير الزمالك طبعا بتشجع لان الزمالك النهارده بينافس على قمه الدوري العام المصري هو والاتحاد. كوردي بيشوط، صقر بيطلعها منه بره. الوقت المستقطع الاول طلبه الدكتور عادل صبري المدير الفني لنادي الجزيره. يتبقى من عمر هذا الدوري اسبوعين او لقاءين، اولا بعد هذا اللقاء في راحه اجباريه لجميع الفرق لمده 6 ايام لسفر المنتخب، ونبدا بعد كده نخش في الادوار الصعبه او الادوار اللي هتحدد من هو اول الدور الاول. فهيلعب الاتحاد السكندري والزمالك في اسكندريه، والاهلي والجزيره في الجزيره، ودول طبعا الاربع فرق الكبار. وبعدين غزل المحله هيستضيف المقاولين، والترسانه هتستضيف طنطا، والالومنيوم هيستضيف نادي الشمس. ده أول يوم بعد الراحة الإجبارية، وناتي إلى الختام اللي هو الأهلي والزمالك
الاتحاد وطبعا عنده هيستضيف غزل المحله، وده لقاء اعتقد انه هيكون سهل، يعني مفيش في اخر يوم او اليوم المباراه التاسعه هيكون غير الاهلي والزمالك. اما اللقاءات اللي بتبدا في الاسبوع الثامن بعد الراحه الاجباريه فهتشوف لقاءين الاتحاد والزمالك والاهلي والجزيره. هاوت بياخدها الحسين سمير من بعد الخط، كردي للبلداني، هشام عامل نص الملعب، كردي بيخطفها علي الجلايلي لهشام ابو سريع، هشام داخل، هاني الديب بيشيلها من فوق مستوى الحلقه، وده التعديل الجديد، تعديل جديد، واحنا طبعا بنطبق هنا القانون الجديد، التعديل الجديد، ويا ريت مخرجنا العظيم يرجع لنا الباسكت اللي فات، لان هي كوره كانت لمست سواء طالعه او نازله ممنوع حد يلمسها. هاوت علي الجلايلي بيطلعها من هاني الديب. خالد الكرداني لهاني الديب تاني، فتحي بيشوط بثلاثه بيسجل 16 7 لصالح نادي الزمالك. هشام ابو سريع وادي المدير الفني كابتن بكر سليم، فاول على خالد الكرداني وده الخطا الثاني عليه، وادي النتيجه 16 7 لصالح نادي الزمالك في الشوط الاول من لقاء الزمالك والجزيره. هشام للحسيني، الحسيني لباهي بيسجل نقطتين، هاني الديب لخالد الكرداني، خالد مع باهي، خالد مع الكورة، مسك الكورة حاز على الكورة بعد انتهاء المحاورة أكثر من 5 ثواني، يبقى الكورة لصالح نادي الزمالك. باهي لهشام أبو سريع، الحسين سمير لهشام، هشام أبو سريع شاب بثلاثة بيسجل 21-7 وفات 7 دقائق من أحداث الشوط الأول. فتحي عبد العزيز مع هشام ابو سريع للكرداء، كردي الكردي بيلمها منه علي الجنايني، هشام ابو سريع في فاول على فتحي عبد العزيز، اوت لصالح نادي الزمالك. انا شايف اعزائي المشاهدين كابتن الدكتور عادل صبري طلب تغيير، نزل شريف الجندي بدل احمد صقر لنادي الجزيره، وبيكلم مصطفى سيد بس لسه ما طلبش تغييره. ما زال اللعب اعزائي المشاهدين، لان هشام كان رباط حذائه اتفك، هشام ابو سريع، فالحكم مراعاة لعدم الإصابة اضطر إلى إيقاف الملعب لحين الانتهاء من الرباط. الحسيني هشام أبو سريع، هشام لعلي الجنايني، علي للجندي، الجندي شريف الصناديلي بيعمل متابعة إيجابية وبيسجل نقطتين على لنادي الزمالك. خالد الكرداني مع باهي، فتحي فاول، في فاول على علي الجنايني وده الفاول الثالث عليه. طبعا كابتن بكر سليم هينزل بداله طارق السعيد لان 3 فاول هو محتاجه في اوقات حرجه، وانا شايف مصطفى سيد نزل بدل خالد الكرداني. شريف الجندي بيسجل اولانيه، الشوط الثانيه ما جاتش،
طارق للصناديلي، الصناديلي هشام ابو سريع. كل ده في نص ملعب الزمالك. انا شايف ان الزمالك بيلعب بطريقه 2-3، ونادي الجزيره بيلعب برضو 2-3. الحسيني بيشوط من نص الملعب ما بتجيش. هاني لمصطفى لفتحي، فتحي مع هشام ابو سريع لمصطفى، اوت لصالح نادي الجزيره. تقريبا الفرقتين بيلعبوا بنفس الخطه 2-3 او 2-3. كردي شريف الجندي اللي بيشوط بيسجل نقطتين. طارق لهشام ابو سريع، ما زال في نص ملعب نادي الزمالك هشام ابو سريع. وده الجهاز الاداري لنادي الزمالك، هشام لباهي اللي بيشوط من جوه القوس لشريف الصناديلي. برافو يا شريف. لطارق لا مؤاخذه، طارق نمره 12 من نادي الزمالك. عمل فنت وخد اللعيب ورا ظهره وطلع حط نقطتين، يبقى ليه رميه اضافيه. طارق يشوط، الرميه الاضافيه ما جاتش. الحسيني بالمال طارق تاني اللي بيشوط ما بتجيش. الحسيني سمير بيلم من الاثنين الطوال، بيعمل مخالفة المشي بالكورة. مصطفى لفتحي أبو عزيز اللي بيلعب دلوقتي صانع ألعاب لفريق نادي الجزيرة. فتحي مصطفى، فتحي تاني لمصطفى اللي بيشوف بثلاثة ما بتجيش. برافو، بيخطفها فتحي ابو عزيز وبيسجل نقطتين. هشام ابو سريع عدى نص الملعب، باهي لصناديلي، مصطفى وبياخد فاول باسكت وبياخد فاول. يعني اللعيب داخل لوحده هشام، وانت لعيب خبره وقديم واحترفت وعارف لعب المحترفين، داخل لوحده على الباسكت بيسجل، فبيسجل باسكت وياخد فاول، يبقى ليه رميه اضافيه. هنا الكابتن بكري سليم المدير الفني لنادي الزمالك طلب الوقت المستقطع الاول، وانا شايف الدكتور عادل صبري والجهاز المعاون مع عصام خالد لاعب منتخب مصر وعمرو عاشور واقفين حوالين الفرقه زي ما حضراتكم شايفينه. الدكتور عادل طبعا بيقول لهم العبوا بايه وبطريقه انهيه. احنا بنلعب دلوقتي مثلا بطريقه 2-3، العب بطريقه 1-1-2-3، العب بطريقه 2-2-1، وهكذا تعديل الخطط. ودي المقصوره الرئيسيه اعزائي المشاهدين، وفيها طبعا الكابتن الكبير اسماعيل سليم وكيل مجلس اداره نادي الزمالك، ومعه اعضاء مجلس اداره الاتحاد الاستاذ عبد الحميد مسعود، وعدو المنطقه عادل طعمه. بيغيب حقيقي عن الجزيره هنا اثنين لعيبه ما نقدرش نركرهم ونقول عليهم. كابتن احمد ابو الفتوح، احمد ابو الفتوح اضطر انه يترك الفرقه لانه عضو مجلس اداره في نادي الجزيره. واسكندر طعمه صانع الالعاب اللي هو بيلعب النهارده في دوري الجامعات الامريكيه، ودي منحه جايه له فبيلعب دوري هناك. وطبعا محدش ينكر جهد اللعيب محمد منير الكرداني، لعيب منتخب مصر تحت 22 ومنتخب مصر الكبار. يعني برده في ثلاثه من هنا بيغيب لعيبه اللي هو شوكت من نادي الزمالك واحمد فوزي. يعني برضو الفرق مش جاهزة ومش كاملة. فتحي عبد العزيز بياخد الكرة، باص طويل لكردي، كردي لفتحي، فتحي داخل
بيشوط بيسجل نقطتين. بقالنا حوالي اعزائي المشاهدين دقيقتين الزمالك ما سجلش والجزيره بيسجل، يعني هي في فتره راحه للفرقه. ومتهيألي الدقيقتين دول اللي هم هيثم السعيد نزل لنادي الزمالك برضو. هيثم معاه الكوره، باهي باهي شريف شوط، انما فيه فاول على هاني الديب لاعب الجزيره. شريف كان بيشوط، يبقى فيه رميتين هياخدهم شريف الصناديل. الحسيني طلع عشان يرتاح ونزل بداله هيثم السعيد. انا شايف احمد عادل عبد الفتاح بيسخن برضه بره، وهو كابتن بكري طلب منه انه يقلع ويجي، وزي ما حضراتكم شايفين شريف هيشوط الثانيه. شريف احترف لعب في امريكا بس مش في دوري المحترفين، في دوري الهواء او الجامعات، وراح احترف في اسبانيا، وبعدين نظرا لحاجه فريق نادي الزمالك اليه فاضطر انه يرجع تاني هنا، وكان بيلعب ضمن منتخب مصر ومش عارف هل هيقدر يلعب يكمل مع المنتخب ولا لا. هشام طارق في فاول على الجندي، فاول على الجندي، واضحه قوي يا جندي انك ساحب ايد شريف الجندي. في رميتين انا شايف، باهي اللي هو بيلعب من اول المباراه نزل بداله احمد عادل عبد الفتاح. طارق هيشوط رميتين، سجل الاولانيه. شوط الثانيه ما جاتش، بيلمها هاني الديب لمصطفى، مصطفى لفتحي، فتحي للجندي. في فاول على شريف الصناديلي من نادي الزمالك، يبقى في رميتين لشريف الجندي. هشوط الرميه الاولانيه، شريف الجندي بيسجل. الشوط الثانية سجل، تحسب رغم ان في صفارة لان في لعيب دخل، انما سجل برضو. هيثم السعيد عدى نص الملعب، هيثم هيثم ومعاه فتحي. شريف فاول على هاني الديب من نادي الجزيرة. وده الخطأ الثالث برضو على هاني الديب، فأنا شايف الدكتور عادل صبري يعني هيطلب تغييره، هينزل مصطفى سيد. شريف لاعب دولي ولاعب محترف ومواظب على التدريبات، يعني مواصفات اللعيب الجيد كلها متوفرة فيه، ويسجل الاثنين. فتحي مع أحمد عادل، فتحي عبد العزيز نادي الجزيرة. كردي بيشوط ما بتجيش، بيلمها هشام أبو سريع. هشام وعمل فورسنج، هشام أبو سريع عمل فورسنج أو عمل خطأ مهاجم، خطأ مهاجم بيفقد حيازة الكورة، يبقى الكورة بتروح لنادي الجزيرة. نادي الجزيرة عمل 7 أخطاء، وده الحكم الدولي محمد الهندي. مصطفى لفتحي عبد العزيز، فتحي معاه أحمد عادل عبد الفتاح، لكردي، مصطفى لجندي، مصطفى سيد خطفها منه هشام لأحمد عادل، أحمد لهشام أبو سريع مع شريف الجندي. هشام هيثم، هيثم بيسجل بس رجليه على الخط من جوه الخوص، يبقى نقطتين لتصبح النتيجه 32-19 وباقي 7 دقايق ونص اعزائي المشاهدين. فتحي عبد العزيز عدى نص الملعب مع احمد عادل. الكردي، الكردي لفتحي اللي بيشوط بثلاثه،
بيسجل فتحي طارق لهشام ابو سريع. هشام عدى نص الملعب. هيثم طارق طارق بالباص كان هيثم جري. معلش كان هيثم جري اوت لصالح الجزيره الجندي لفتحي عبد العزيز، وذلك حضراتكم 22-32 لصالح نادي الزمالك، وباقي 6 دقائق ونص من احداث. وهنا طارق مصطفى بيسجل نقطتين لانه لسه نازل طبعا بدل هاني الدين، فيبقى اول نقطتين ليه. 24-32 لصالح نادي الزمالك اعزائي المشاهدين. هشام ابو سريع، هشام في فاول، في فاول، في فاول على طارق السعيد، برضه خطأ مهاجم، خطأ مهاجم، وده الخطأ السابع على نادي الزمالك. مصطفى للجندي لفتحي عبد العزيز، فتحي مصطفى ايمن دامي، برافو يا فتحي بيسجل نقطتين. وهنا انا شايف هنا ايمن نمره 14 لنادي الجزيره، ايمن حليم ده من لعيبه 20 سنه طوال الممتازين اللي عنده روح، ويعني دلوقتي حضراتكم متهيألي هتشوفوه بس اول مره يلعب في الدرجه الاولى. وائل بدر لنادي الزمالك، لهيثم لشريف الصناديلي، طارق طارق سعيد في فاول، في فاول، فاول على ايمن، ايمن نمره 14 من نادي الجزيره. هنا الفرقتين عاملين 7 اخطاء، يبقى في رميتين، رميتين لصالح نادي الزمالك. انا شايف علي الجنايني نازل بدل شريف الصناديلي، نزل علي الجنايني وبيخاطر به المدير الفني كابتن بكر سليم، برغم ان باقي 6 دقائق لسه على احداث الشوط الاول. طارق بيشوط الاولانيه بيسجل، هيشوط الثانيه، شاط ما بتجيش، بيلمها مصطفى سيد لمصطفى لفتحي، في فاول، في فاول على احمد عادل عبد الفتاح، وفي رميتين. انا شايف شريف الجندي طلع ونزل بداله احمد صقر نادي الجزيره برضه. رميتين هيشوطهم فتحي عبد العزيز، الشوط الاولانيه بيسجل، هيشوط الثانيه، بيسجل الاثنين. وائل بدر صانع العاب نادي الزمالك لعادل احمد عادل عبد الفتاح لوائل بدر. وائل مازال معاه كوره داخل لطارق سعيد، برافو يا طارق، بياخد اللعيب في ظهره وبيسجل النقطتين لصالح نادي الزمالك. فتحي عبد العزيز، فتحي لأيمن، لفتحي اللي بيشوط صقر، بيلم ويحط. طبعا علي الجنايني معاه 3 فاول مش عاوز يغلط. وائل بدر عدى نص الملعب، علي لطارق اللي بيشوط، برافو يا هيثم، بيكمل بيسجل نقطتين. 4 دقائق 40 ثانية أعزائي المشاهدين، الوقت المتبقي على أحداث الشوط الأول لمباراة الجزيرة والزمالك. فتحي عبد العزيز لأيمن، أيمن حليم لمصطفى، صقر، صقر لمصطفى لفتحي، فتحي بيشوط بثلاثة ما بتوصلش لأن المسافة كانت بعيدة، وبص للجهاز 30 ثانية عشان كده شاط فطلعت أوت.
الوقت المستقطع الثاني اعزائي المشاهدين، طلبوا الدكتور عادل صبري المدير الفني لنادي الجزيرة. وهنا الدكتور عادل صبري طبعا والسادة المعاونين، المدرب عصام خالد وعمرو عاشور ومحمد عبد العزيز الاداري بتاع فريق نادي الجزيرة، وده نادي الزمالك طبعا. انا شايف كابتن بكري سليم والمدير الفني ومع مرعي ومع حمدي، كل دول ومع حمدي عثمان، كل الاثنين واقفين لان 4 دقائق و20 ثانية المتبقي على نهاية احداث الشوط الاول اعزائي المشاهدين، والنتيجة 30-37. وائل بدر وحسين وسمير لوائل بدر، ادي النتيجة امام حضراتكم 30-37. الحسيني انما كان باص طويل على طارق، انما يلمسها مصطفى سيد وبتطلع الكورة منه اوت. شايف خالد الكرداني نزل عشان يريح برضو الكابتن فتحي عبد العزيز. وائل باص للحسيني الهيثم، هيثم لوائل بدر اللي بيشوف بتلاتة، بيلمها مصطفى سيد لفتحي، باص طويل بيلمها وائل بدر، الهيثم بيلمسها له كده عشان يعدل نفسه وبيسجل هيثم سعيد نقطتين. خالد الكرداني لايمن اللي بيشوط ما بتجيش، هيثم من ورا ظهره لوائل بدر، وائل هيثم في فاول، على مصطفى سيد على 15 ابراهيم عبد العزيز. معلش يا هيثم، يبقى في رميتين، وده طبعا جماهير نادي الزمالك. السنه اللي فاتت نادي الزمالك واخد الدوري والكاس، يهمه النهارده انه ياخد الدوري برضو. اولا نتكلم على الدوري لان لسه مباريات الكاس ما بداتش، عشان يقدر يحافظ على المستوى اللي هو فيه. هيثم يشوط رميتين، الشوط الاولانية هيثم بيسجل، الشوط الثانية هيثم بيسجل النقطتين، لعيب دولي ولعيب على مستوى 41 نادي الزمالك زي ما حضراتكم شايفين، 30 نادي الجزيرة. خالد كرداني، خالد لفتحي، فتحي لخالد لابراهيم لايمن اللي بيشوط وما بتجيش، لما علي الجنايني لخالد بيخطفها منه الحسيني سمير، الحسيني بيشوط ما بتجيش. فتحي في تسرع شويه من الفرقتين لان كله عاوز ينهي الشوط بفرق كبير عشان يرتاح في الشوط الثاني. ايمن تسرع من ايمن، لعيب ناشئ ومتحمس عاوز طبعا يشوط، ايمن داخل بيسجل اول نقطتين ليه، 41-32 لصالح نادي الزمالك. وائل بدر واللي هيثم اللي بيشوط بتلاتة ما بتجيش، فتحي عبد العزيز بيلم في فاول، فاول على هيثم السعيد من نادي الزمالك، يبقى فتحي لرميته. فتحي عبد العزيز لرميتين هيشوطهم. على فكرة جه في المقصورة الأستاذ الدكتور كمال درويش رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والكابتن طلعت جنيدي وكيل الوزارة المجلس الأعلى للشباب والرياضة، كلهم طبعا. يعني أنا بقول كابتن طلعت، كابتن إسماعيل والناس دي كلها لعيبة باسكت، وفي تغيير كابتن فتحي طالع ونازل بداله الكردي نمرة 10 من نادي الجزيرة.
وطبعا زي ما حضراتكم شايفين حان الان موعد صلاة العشاء حسب توقيت المحلي لمدينة القاهرة. اعزائي المشاهدين، الحسيني سمير هيثم كردي لايمن ايمن خالد الكرداني خالد فاول على الحسيني سمير فاول على الحسيني سمير في رميتين اشوطهم خالد الكرداني. يعني اللعيب بنرجو من لاعبتنا انه لما يتحسب عليهم خطا خلاص الحكم مش هيرجع في قراره، فهو اتحسب يبقى خلاص، والحكم لا مع نادي الزمالك ولا مع نادي الجزيره، فاللي يتحسب هو اللي شايفه الحكم. خالد الكرداني هيشوط رميتين، الشوط الاولانيه بيسجل، هيشوط الثانية سجل الثانية، علي الجنايني لواء البد لعيبة بنرجو منهم الهدوء طبعا عشان يكملوا المباراة للنهاية، لأن اللعيب بيبقى عصبي بيضطر يرتكب أخطاء، وبعدين تبص ليه قاعد على دكة الاحتياطيين، فده كله ليه تأثير. علي برافو يا علي، برافو يا هيثم، هيثم لم الكورة، هيثم السعيد لطارق، الكرة فوق مستوى الحلقة، فوق مستوى الحلقة، يعني المقصود بيها مش فوق الحلقة بس، لا ده من الحلقة للحلقة تبقى فوق مستوى الحلقة، وده التعديل اللي جه في القانون الجديد، قال لك فوق مستوى الحلقة يبقى من الحلقة للحلقة، فمش لازم الكرة تبقى فوق الحلقة عشان نقول فوق مستوى الحلقة. خالد الكرداني للكردي، خالد مع وائل بدر، خالد عدى نص الملعب للكردي، الكردي بيشوف بثلاثة ما بتجيش، طارق لوائل، وائل باص طويل لعلي الجنايني اللي بيكبس الكورة، يعني رابع دانك بيحطه علي الجنايني. خالد الكرداني مع وائل باد لأيمن لصقر اللي بيسجل نقطتين، 51 ثانية أعزائي المشاهدين، وما زالت النتيجة تقدم نادي الزمالك 45-37. وائل هيثم الحسيني لهيثم بيشوط بثلاث، بيسجل ثلاث نقاط، 27 ثانية أعزائي المشاهدين، والنتيجة 37-48 لصالح نادي الزمالك. خالد وائل بدر معاه، علي الجنايني 5 ثواني، 5 والباد 1، وانتهي احداث الشوط الاول اعزائي المشاهدين بتقدم نادي الزمالك 48. أعزائي المشاهدين، مرة أخرى في الصالة المعطاة بنادي الزمالك، حيث أنقل إليكم الشوط الثاني من لقاء الزمالك والجزيرة على هذا الملعب، حيث انتهى أحداث الشوط الأول والنتيجة 47-37 لصالح نادي الزمالك.
تساعد الفريقين. انا شايف نادي الزمالك نازل بتشكيل تقريبا هو بينقصه علي الجنايني نمره 11 اللي هو نازل بداله طارق السعيد. بتستعد الحكم الاول مجدي جلال لكره القفز، شريف الصناديلي، الحسيني سمير، هيثم سعيد، هشام ابو سريع، وطارق السعيد. ده تشكيل نادي الزمالك. اما نادي الجزيره كردي، ابراهيم عبد العزيز، مصطفى سيد، فتحي عبد العزيز، وشريف الجن، الحسيني ومصطفى كردي. الحسيني بيلم الكوره لهشام، لهيثم، لطارق، طارق بيلمها شريف الجندي، لمصطفى، فتحي عبد العزيز. انتهت احداث الشوط الاول زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه، 48-37 لصالح نادي الزمالك. مصطفى شريف بيشوط ما بتجيش، شريف الصناديلي لهشام ابو سريع صانع العاب نادي الزمالك، هشام، الحسيني سمير، هشام ابو سريع، هشام، هيثم السعيد، هيثم لهشام تاني، لشريف، شريف الصناديلي اللي بيلف انما بيصطفى منه مصطفى ابراهيم عبد العزيز، فتحي لمصطفى سيد، كردي، فتحي لشريف الجندي، فتحي بيشوط بثلاثة ما بتجيش، بيشوط أي حاجة لأن ما كانش باقي وقت، الحسيني بيشوط إنما هيثم بيعمل متابعة إيجابية وبيسجل نقطتين. مصطفى سيد لفتحي عبد العزيز من نادي الجزيرة، فتحي، كردي لمصطفى، لفتحي اللي بيشوط بثلاثة قصيرة، الحسيني لهشام ابو سريع اللي عدى نص الملعب، والنتيجة ما زالت 50-37 اعزائي المشاهدين لصالح نادي الزمالك. الحسيني سمير بيشوط بثلاثة بيسجل بثلاثة. اذا هنا في ثلاثة من لعيبة نادي الزمالك بيشوطوا بثلاثة في الملعب، هشام ابو سريع وهيثم السعيد والحسيني سمير، فتحي عبد العزيز لمصطفى، كردي لمصطفى، مصطفى داخل وبيشوط، هيثم تطلع منه الكورة اوت، في تركيز شوية من نادي الزمالك على التهديف على الحلقة، انما في تسرع من نادي الجزيرة، ودي طبعا الجماهير، ويعني انا شايف الجماهير دي المقصورة الرئيسية تقريبا، يعني مش عارف اقول مين ولا مين ولا مين في المقصورة لان كلهم من لعيبة الباسكت، وطبعا على رأسهم الدكتور كمال درويش رئيس النادي، كابتن طلعت جنيدي، وكابتن اسماعيل سليم، وعادل طعمة، وكابتن عبد الحميد مسعود امين صندوق الاتحاد، يعني مجموعه كبيره كلهم من لعيبه الباسكت، وكابتن نبيل الصناديلي، وعادل شرف، كل الناس دي بتتفرج على المباراه لان هي دي المباراه النهارده، اهم مباراه في هذا اللقاء في هذا اليوم. مصطفى بيشوط بثلاثه انما بيطلع ابراهيم عبد العزيز وبيعمل فولو بيتابع بيسجل نقطتين. هشام ابو سريع، هشام، حسيني سمير، والنتيجه 53-39 زي ما احنا شايفين، وادي فولو او دانك زي ما بيقول عملها طارق السعيد وبيسجل نقطتين، 55-39 اوت. هيثم خطف الكوره انما طلع بره الخط على الحد الجانبي، تبقى اوت لصالح نادي الجزيره. باصات كتيره من نادي الجزيره مقطوعه،
واما نادي الزمالك ففي تركيز شويه في الباصات وفي الشوط على السله. الصناديلي خطفها منهم فتحي لابراهيم، هيثم لهشام صانع الالعاب، هشام عدى النص بسرعه بين الملعب بسرعه لهيثم من ورا ظهره بالطفى مصطفى، انما طارق بيرجع الطفى تاني لهيثم لطارق بالطفى الكرداني الكردي لفتحي. في تسرع من كلا الفرقتين هنا في الحيازه على الكوره والتصويب على السله. فتحي عبد العزيز داخل لمصطفى بيشوف بثلاثه ما بتجيش، طارق لهشام ابو سريع لهيثم عاوز يعمل متابعه على طول قبل الكوره، انما معلش فتحي بيشوط انما طارق للحسيني لشريف الصناديلي للحسيني سمير اللي بيسجل نقطتين. ده دليل على التركيز لفريق نادي الزمالك 57-39، فده دليل على ان التركيز نادي الزمالك مركز قوي على الحلقه وعلى كل باص تطلع من ايده. فتحي عبد العزيز صانع العاب نادي الجزيره مع الحسين سمير واتلموا عليه الاثنين شريف الصناديلي وطارق سعيد بيلم لهشام ابو سريع عدى نص الملعب للحسيني، انما برضه رجل الحسيني برضه. في تغيير مصطفى سيد طالع ونازل بداله خالد الكرداني من نادي الجزيره. خالد الكرداني لشريف الجندي لخالد الكرداني تاني في نص ملعب الجزيره، عدى خالد في فاول على هيثم السعيد. انا شايف تغيير، شريف الجندي طالع ونازل بداله هاني الديب. خالد لهاني الديب لخالد للكردي اللي بيشوط بثلاثه ما بتجيش، هاني الديب تاني للكردي. في تسرع من الكردي النهارده في التصويبات الثلاثيه مش عارف ليه. فتحي بيشوط بثلاثه باثنين لان لمست ايد لعيب، في فولو او في متابعه على السله. هشام ابو سريع للحسيني سمير لهشام للحسيني، الحسيني الجامب بتاعه عالي خد الكوره وقطع مفيش معاه دفاع. 59-41 لصالح نادي الزمالك وفات 6 دقائق من احداث الشوط الثاني. فتحي لكرداني لكردي لفتحي اللي بيشوط بثلاثه بيسجل. 44-59 لصالح نادي الزمالك. هشام ابو سريع هشام لهيثم لطارق السعيد، فتحي بيخطف الكوره، فتحي وعدى لهاني الديب اللي بيكبس الكوره جنبه عالي ويسجل نقطتين. 46-59 اعزائي المشاهدين وفات 6 دقائق من احداث الشوط الثاني. صناديلي اوت لصالح نادي الجزيره. انا شايف وائل بد نازل وطالع طبعا هشام ابو سريع صانع الالعاب، يمكن ده نتيجه المجهود. خالد الكرداني لصقر احمد صقر، خالد مع وائل بدر في نص الملعب لكردي لخالد صقر لاحمد صقر، احمد للكرداني لصقر لكردي اللي بيشوط بثلاثه ما بتجيش، بيلمها وائل بدر باص مقطوع فتحي عبد العزيز. في تسرع بدا من نادي الزمالك، الكردي بيشوط بثلاثة بيسجل. 10 نقاط لصالح نادي الزمالك.
بعد ما كان 15 و16 وصل ل 19 نقطة. وائل بدر عدى نص الملعب الحسيني، سمير الحسيني، شريف الصناديلي، شريف وائل بدر، وائل للحسيني، الحسيني لشريف، مقطوعة فتحي بتخبط في رجل هيثم وتطلع اوت، وده طلب الكابتن بكر سليم الوقت المستقطع الاول ليه في الشوط الثاني. وحسب التعديلات الجديده في القانون ليه 3 وقت مستقطع في الشوط الثاني، واخر دقيقتين الساعه تقف مع كل باسكت السله. دي برضو من التعديلات في قانون كره السله الجديد. طبعا ادي نادي الزمالك كابتن بكر بيكلمهم، والكابتن احمد مرعي طبعا معاه، ادي الدكتور عادل صبري وعصام خالد ومحمد عبد العزيز اداري والمدير الفني وعمرو عاشور لنادي الجزيره. الدكتور عادل طبعا عمال يقول لهم ايه اللي بيحصل وفي ايه. طبعا بالتالي كابتن بكر سليم بيعدل في خططه، وانا شايف من اعضاء مجلس الاداره كابتن محمد نظمي عضو رئيس لجنه المسابقات وعضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره السله، كابتن ايمن الجهري السكرتير اللجنه الرئيسيه للحكام، كله متواجد لان ده اهم لقاء بيقام اليوم في الخمس مباريات. المقاولين بيستضيف الاتحاد السكندري في الصاله المغطاه، طنطا وبتستضيف الاهلي، الالومنيوم بيستضيف غزل المحله، والشمس بتستضيف الترسانه. كرد بيشوط بثلاثة بيسجل، ونعود إلى السبع نقاط، فارق السبع نقاط لصالح نادي الزمالك. وائل بدر 59 أعزائي المشاهدين 52 لصالح نادي الزمالك. أدي وائل بدر مع فتحي عبد العزيز لهيثم السعيد، هيثم طارق لوائل، لهيثم اللي بيشوط بثلاثة بيسجل 62-52. نعود للعشر نقاط مرة أخرى. خالد الكرداني، خالد ادي 52-62 لصالح نادي الزمالك، وفات 9 دقائق من الشوط. فادي صقر بيسجل نقطتين، علي الجنايني لوائل بدر، وائل لهيثم، هيثم مخطوفه، خالد خطفها منه، وائل 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 لهيثم، هيثم لعلي الجنايني اللي بيشوط ما بتجيش، انما بياخدها تاني هيثم اللي بيشوط. بقى يا سلام يا طارق، دي المتابعه الجيده في نادي الزمالك للفرقه، بتتابع كل كوره طايشه او كل كوره مش شاطه ما بتسجلش، بتلاقي متابع. وصلت النتيجه ل 10 بونت برضو 64-54، وبقى 10 دقائق ونص. خالد الكرداني لفتحي عبد العزيز، فتحي بيشوط بثلاثة ما بتجيش، هيثم، الحسيني، سمير الحسيني هدى الملعب، وائل بدر صانع العاب نادي الزمالك مع فتحي عبد العزيز، وائل لهيثم، هيثم السعيد، هيثم للحسيني، سمير لعلي الجنايني اللي واقف في منطقة الثلاث ثواني، تبقى اوت لصالح نادي الجزيرة. خالد الكرداني لفتحي عبد العزيز، طبعا زي ما اللعيبه المصابه في نادي الزمالك قاعدين بيتفرجوا، انا شايف كابتن احمد ابو الفتوح وقناوي صانع الالعاب والكرداني قاعدين برضو بيتفرجوا على هذا اللقاء. صقر بيشوط انما ما بيعملش فولو، ما بيعملش متابعه جيده، ما فيش تركيز. الحسيني بيسجل نقطتين، خالد الكرداني 66-54، وبقى 9 دقائق ونص اعزائي المشاهدين على هذا اللقاء. خالد الكرداني لكردي، كردي لخالد، لصقر اللي تحت لوحده لوحده، يعني انا مش عارف، انا بقول ان لعيبه نادي الجزيره بيلعبوا الباسكت الصعب، بيلعبوا الباسكت الصعب، ما بيلعبوش باسكت سهل. يعني انا طالع يمين يمين عادي، طب ليه الف وما ان طالع لوحدي مفيش معايا ديفنس، فليه الف من تحت الباسكت عشان احط في السله؟ مش عارف.
يعني احنا دايما بنضيع كرات ونرجع نقول ان مش عارف ونعلق على شماعه الحكام صفار وصفاره وبتاع، انما ما بنعدش اللعيبه اخطا في قد ايه، سجل كام رميه، شاط كام رميه، وسجل منها كام رميه. طبعا اللي بيعلمنا الحاجات دي سياده اللواء تحسين عثمان معلقنا الرياضي، لانه دايما يعلق على هذه النقاط في تعليق. 66 7 56 لصالح نادي الزمالك، نعود الى العشر نقاط مره اخرى. صناديلي داخل، ابراهيم معاه، انما فاول على ابراهيم. عبد العزيز من نادي الجزيره، شريف كان في حاله تصويب بقى يشوط رميتين. وده حكمنا الدولي محمد الهندي، وادي ايمن الجوهري سكرتير لجنه الحكام. ادي محمد الهندي، شريف الصناديلي يشوط الرميتين، شايف ان شريف بيركز قوي في الرميتين، سجل الاولانيه، التركيز عنده 5 ثواني يمسك الكوره وياخد نفسه مرتاح وينزل ويطلع برجليه عشان يقدر يسجل. سجل الرميتين، لعيب محترف، لعب مع لعيبه امريكا الهواه، ولعب مع في اسبانيا، ولعب هنا في مصر طبعا مع المنتخب المصري، وقابل لعيبه افريقيا كلهم. كردي بيشوط ما بتجيش، وائل باد بيلم من نادي الزمالك، وائل بيقول لهم اهدوا لما يجمع الخمس لعيبه بتوعه، وبيقول لهم واحد غالبا هيلعب 1-3-1، او بيلعب دلوقتي 2-1-2، هتتقلب. وادي فتحي مع وائل، خطفها هاني الديب لفتحي عبد العزيز، فتحي للكردي، كردي لخالد، لفتحي اللي بيشوط بثلاثة بيسجل. فتحي عبد العزيز 3 نقاط. وائل بدر عدى نص الملعب مع فتحي، وادي النتيجة أمام حضراتكم 59-68. شريف الصناديلي بيخطفها إبراهيم لخالد للكردي، مش عارف ده نتيجة مجهود ولا إيه نادي الزمالك. ابراهيم بيشوط ما بتجيش، علي الجنايني، علي في فاول على نمرة 5 هاني الديب من نادي الجزيره، تبقى اوت لصالح نادي الزمالك. انا شايف ايمن من نادي الجزيره، ايمن حليم نازل، هاني الديب مازال، ده الدكتور عادل صبري طبعا بيزعق لخالد الكرداني اللي هو صانع الالعاب، وادي الكابتن عمرو عاشور بيقول له اعمل ايه. الكردي طلع، وائل بدر حسين سمير، علي، وائل بدر، وائل مع الكوره لهيثم، هيثم العائد من اصابه طبعا، هيثم لوائل حسين سمير مع ايمن، باسكت ابراهيم بيشيله، وهنا الحسيني سمير ان شاء الله بسيطه. هاني الديب لخالد الكرداني، والباد معاه، فتحي عبد العزيز، فتحي ابراهيم بيسجل نقطتين تحت الباسكت، علي الجنايني لوائل بدر، وائل لهيثم، لوائل اللي بيشوط، ايمن بيخطف الكوره، وفي فاول على هيثم السعيد من نادي الزمالك. اوت. هيثم السعيد ده الخطا الثالث. انا شايف باهي ممدوح نازل، وهشام ابو سريع بدل حسين سمير ووائل بدر. زي ما حضراتكم شايفين النتيجه 70-61 لصالح نادي الزمالك، وباقي 6 دقائق ونص. خالد لفتحي، فتحي بيشوط، بتلمس في ايد الصناديلي اطول طبعا وبياخدها، ولاعيب خبره خد ورا ظهره. هشام عدى نص الملعب، هشام ابو سريع
لشريف، لهشام تاني، لباهي، باهي ممدوح، باهي، باهي، لعلي جنايني بتيجي في ايده تبقى اوت، اوت لصالح نادي الجزيرة. ابراهيم للكرداني، للكرداني الصغير، نسميه الكرداني الصغير بدل خالد الكرداني. الكرداني الصغير في فاول، دبل فاول، دبل فاول على هشام ابو سريع وعلى خمسه هاني الديب. وهنا التعديل الجديد في القانون قال ان في الدبل فاول تعود الكوره للفرقه المستحوذه على الكوره. كان زمان بتتعمل كره قفز بين الاثنين لعيبه اللي عملوا الخطا المزدوج، انما هنا قال لك لا، ما دام فرقه في عليها معاها حيازه على الكوره يبقى ترجع لها الكوره تاني، انما يسجل الخطأين على الاثنين لعيبه. وده الخطا الخامس على هاني الديب، يعني طلع بره الملعب، فطبعا ده حرم نادي الجزيره منه باقي الشوط 6 دقايق. فتحي عبد العزيز، فتحي معاه هيثم، لابراهيم، ابراهيم لفتحي، لكردي، لاحمد صقر، في فاول، في فاول، فاول على علي الجنايني من نادي الزمالك برميتين، وده الخطا الرابع على علي الجنايني. صقر هيشوط، احمد صقر من نادي الجزيره هيشوط الرميتين. الشوط الاولانيه بيسجل، هيشوط الثانيه ما جاتش، اجين لان علي الجنايني دخل قبل الكوره ما تطلع من ايد اللاعب. الشوط الثانية بيسجل أحمد صقر، 7 نقاط، 63-70 لصالح نادي الزمالك. نعود إلى 7 نقاط مرة أخرى بعد أن وصل نادي الزمالك إلى 19 نقطة. باهي، باهي لصناديلي، لأبو سريع، أبو سريع لصناديلي، انما طويله، باص حلو على اساس صناديلي يعمل فنت، يستلم تحت الباسكت ويعمل فنت يخش الباسكت السهل، انما كان باص طويل شويه فما قدرش شريف يجيب. خالد الكرداني عدى النص لصقر، صقر علي الجنايني لهشام ابو سريع من ورا ظهره، عدى لهيثم، في فاول على خالد الكرداني، رميتين لان هيثم كان في حاله تصويب، كان داخل هو والسند، رميتين هيشوطهم هيثم السعيد. طبعا في تسرع هنا شويه من نادي الزمالك لان حاسين السكور قل. انا شايف شريف الجندي نازل بدل احمد صقر نمره 9. يا ترى كابتن بكر سليم مخبي ايه؟ انا شايف وائل بدر بيسخن وطارق السعيد بيسخنه، وطبعا حسين سمير سخن لسه طالع من الملعب. بقى يعني متهيألي اللعيب الوحيد اللي كمل الشوط الاول كله ولعب لغايه الدقيقه 9 من الشوط الثاني. هيثم بيسجل اولانيه، الشوط الثانيه بيسجل، ابراهيم لخالد الكرداني، خالد الكرداني، فتحي، ايمن، خطفت منه هشام، باص سريع ومنقول للملعب، ادي 72-63. باهي بيشوف بثلاثه، بيسجل باهي ممدوح، 3 نقاط لتصبح النتيجه 75-63. وطلب الدكتور عادل صبري الوقت المستقطع ليه، طبعا شاف بعد ما وصل السكور مكان 7 نقاط انه دلوقتي علي بقى 12 بونت، يعني الزمالك سجل 5 نقاط
هيثم سجل نقطتين وبعدين باهي اخر ثلاثيه، فطلب وقت مستقطع الدكتور عادل صبري عشان يعدل من خططه. وادي نادي الزمالك طبعا كابتن بكري بيقول لهم هتعملوا ايه في الاربع دقايق ونص الباقيين، هتلعبوا ازاي، هنلعب بانه طريقه، 2-3 او 1-2-2 او بالطريقه اللي هم المتفق عليها واللي متدربين عليها. كذلك الدكتور عادل صبري قال لهم على نفس الطريقه هيلعبوا ازاي. فتحي عبد العزيز بيلعب دلوقتي صانع العاب، وانا شايف اربعه طوال. كردي لابراهيم، في فاول على هيثم، فاول على هيثم سعيد اوت، لان مفيش، كلا الفريقين عامل اربع اخطاء في الشوط الثاني. اوت لصالح نادي الجزيره، ايمن حليم من نادي الجزيره لكردي لفتحي لشريف الجندي. شريف بيسجل نقطتين، شريف الجندي. لنعود الى العشر نقاط مره اخرى. علي الجنايني لباهي ممدوح، باهي مع ايمن حليم لهشام ابو سريع صانع الالعاب، لباهي تاني، باهي داخل لشريف الصناديلي اللي بيسجل نقطتين، بياخد الوضع الصح، بيطلع بوزيشن مظبوط، بيطلع ايده مفروده، بيجيب صوابعه وبتكمل للكوره. فبنعود الى ال 12 نقطه، 77 حضرات المشاهدين، 65 لصالح نادي الزمالك. فتحي، ايمن، ابراهيم لفتحي، فتحي ايمن حليم، ايمن بيلم الصناديلي لهشام ابو سريع لباهي، ما جاتش. احلى تشجيع النهارده والله، الزمالك وعماد قائد الجمهور، واحلى ماتش يا كابتن عادل. عماد طبعا ده كبير مشجعي نادي الزمالك، يعني زي ما حضراتكم سامعين، قائد الجمهور بتاع نادي الزمالك جه وعشان يبين، لان كاميرا ساعات كتير ما بتجيش على الجمهور. في تغيير، فتحي عبد العزيز طلع ونزل بداله مصطفى، هشام ابو سريع لباهي، باهي عدى النص، هشام شريف بره للحسيني، في فاول على شريف الجندي. تبقى لحضراتكم ان شريف الجندي بيتفادى الاصطدام بالحسيني سمير، انما لا، هو كتفه بيرفع بكتفه لفوق شويه، فبتبقى دي الحكم طبعا هنا اللي بيعرف يجيب الفاول. انا شايف ايمن حليم طلع ونزل بداله كابتن فتحي، يعني الدكتور عادل كان سحبه دقيقه ولا حاجه يسترد انفاسه. الحسيني سمير بيشوط، بيسجل اولانيه، هيشوط الثانيه، سجل الثانية، 11 نقطة، 79 68 لصالح نادي الزمالك. فتحي عبد العزيز، فتحي مع باهي، فتحي مازال لكردي اللي بيشوط بثلاثة، بيسجل ثلاث نقاط. لنعود 71 79 لصالح نادي الزمالك، هشام أبو سريع، وباقي دقيقتين، هشام للحسيني. وهنا حسب التعديل بعد كل باسكت لازم الساعة تقف. هشام لعلي الجنايني، للحسيني سمير، لشريف الصناديلي، شريف مع ابراهيم، ابراهيم لفتحي، فتحي لمصطفى اوت، بيطلعها هشام ابو سريع اوت. دقيقة 35 ثانية والسكور 8 نقاط لصالح نادي الزمالك. كردي لجندي لابراهيم،
ابراهيم بيشوط ما بتجيش، مع صناديلي طبعا عملاق مصر، صناديلي لهشام ابو سريع، هشام لباهي، باهي للحسين اللي بيشوط بثلاثه، بيلمها ابراهيم، دقيقه و 14 ثانيه، تسرع في الاداء وفي تصويبات من خارج القوس ومن داخل القوس. كردي بيسجل نقطتين، 73-79 زي ما حضراتكم شايفين، ست نقاط لصالح نادي الزمالك، وباقي 55 ثانيه. هشام فاول على الجندي، على شريف الجندي، رميتين لصالح نادي الزمالك. وقت مستقطع، طلب الدكتور عادل صبري، طلب الكابتن بكري سليم مدرب او المدير الفني لنادي الزمالك. ست نقاط فرق لصالح نادي الزمالك، 79-73، وزي ما حضراتكم طبعا شايفين المقصوره الرئيسيه، كابتن طلع جنيدي والدكتور كمال والدكتور اسماعيل واستاذ عبد الحميد مسعود وعادل طعمة، لان باقي 53 ثانية، ست نقاط في 53 ثانية يعني وقت. ودلوقتي طبعا في رميتين هيشوطهم لصالح نادي الزمالك، هيشوطهم هشام ابو سريع لعيب اللي كان محترف، طبعا التركيز بيبان على وشه، خروج الكوره من ايده بتبان، الاولانيه بيسجل، 80-73، هيشوط الثانيه هشام، شاط بتسجل النقطتين، ابراهيم لمصطفى نادي الجزيره، 73-81، فتحي عبد العزيز، فتحي الكردي فاول، في فاول ضد الكردي ارتكبه شريف الصناديلي عملاق مصر، 41 ثانية وما زالت النتيجة 81-73 لصالح نادي الزمالك. ادي الكردي، اشرف الكردي، شاط الاولانية بيسجل، هيشوط الثانية، شاط الثانية بيسجل نقطتين، 75-81 زي ما حضراتكم شايفين، وباقي 41 ثانية، باهي في فاول، فاول عمله الدكتور عادل، معرفش يعني ده مش فاول تكتيكي ولا حاجة عشان وقف الساعة، لأن الساعة واقفة اوريدي، مش عارف مصطفى سيد عمل الفاول ليه. مصطفى بيطلع كورة اوت، 33 ثانية اوت لصالح نادي الزمالك، باهي لشريف الصناديلي لهشام، فاول على مصطفى سيد من نادي الجزيرة. الجزيرة هنا عامل 7 اخطاء، يبقى في رميتين هيشوطهم هشام ابو سريع. هنا نقدر نقول ان ده خطا تكتيكي، المدرب عاوز يوقف الساعه، وبالتالي من غير ما يتسجل في نقاط فبيضطر يوقف الساعه، انما كان عامل 7 اخطاء، فهشام ان شاء الله يسجل النقطتين، سجل اولانيه وعوده الى 7 نقاط، 82-75 لصالح نادي الزمالك، 29 ثانيه، شاط الثانيه بيسجل، الجندي لمصطفى لفتحي، فتحي بثلاثة بيسجل، فتحي ثلاث نقاط، 78-83، خمس نقاط في فاول على فتحي عبد العزيز ضد باهي، باهي هيشوط الرميتين لأن هنا الجزيرة عامل 7 أخطاء، 21 ثانية على نهاية أحداث الشوط الثاني ولقاء الزمالك والجزيرة في الأسبوع السابع للدوري الممتاز، باهي هيشوط الرميتين، شاط الأولانية باهي بيسجل،
الشوط الثانية. شاط ما جاتش، بيلمها ابراهيم لمصطفى بثلاثة، ما جاتش. ابراهيم بيسجل نقطتين، 80-84. ابو شريع فاول اعزائي المشاهدين ضد شريف الجندي لصالح نادي الزمالك، يبقى فيه رميتين هيشوطهم هشام ابو شريع. كابتن بكري سليم طلب الوقت المستقطع، باقي 9 ثواني، 4 نقاط لصالح نادي الزمالك، 84-80. طبعا الكابتن بكري ليه رميتين، هشام ابو شريع هيشوطهم، فبيقول له هتعمل ايه بعد الرميتين، يعني الرميتين هيجوا ان شاء الله يبقى 6 نقاط، هيقول له هتعمل ايه خلال ال4 ثواني. بكري او نادي الزمالك ما عليهوش 7 اخطاء، يعني اي فاول، وده جمهور الزمالك في الصاله بيشجع فريقه بس، وادي لاعبي نادي الجزيره، فبيقول لهم لو جت الرميتين هنعمل ايه. انا شايف نادي الزمالك كله ورا، يعني سايبين هشام بس يشوط الرميتين، حسين سمير هو الوحيد اللي رايح. شوط الاولانية بيسجل 5 نقاط، هشام الشوط الثانية سجل النقطتين، 86. مصطفى لفتحي للكردي، بيشوف بثلاثة ما بتجيش، الصناديلي للحسيني. واعزائي المشاهدين بتنتهي احداث هذا اللقاء بفوز نادي الزمالك 86-80، ليصبح رصيد نادي الزمالك حتى الاسبوع السابع بدون هزيمة 14 نقطة، ونادي الجزيرة هنا لأنه خسر مباراة قبل كده من الاتحاد وخسر هذه المباراة، يبقى ليه 12 نقطة.